22 شباط 1958 شكل قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر إحدى المحاولات العربية العديدة الفاشلة للوحدة، والجمهورية العربية المتحدة هو الاسم الرسمي للكيان السياسي الذي ولد مع توقيع ميثاق الجمهورية الموحدة بين رئيسي سوريا شكري الأوتلي ومصر جمال عبد الناصر، وقد اختير عبد الناصر رئيسا والقاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة، غير أن الوحدة انتهت إثر انقلاب عسكري بدمشق يوم 28 أيلول 1961. وكالعادة دفع لبنان الثمن بسبب تركيبته الطائفية، حيث أدى تعاطف شريحة لبنانية كبرى مع الجمهورية الجديدة أحد أبرز أسباب أحداث 1958 اللي شكلت ميني حرب أهلية بلبنان بأواخر عهد الرئيس كميل شمعون.